اسمي عسل أسلم فرج ورئيس التنفيذي لشركة السمحرة من الأقبال. احنا طبعا سعيدين جدا جدا بمشاركتنا في هذه المسابقة وفوزنا بالمركز الثاني، ونشكر جريدة الرؤية على ما قدمته. احنا شاركنا بمشروع مشروع الأقبال اللي هو كان دعم من شركة تنمية نفط عمان، طبعا نوجه لهم كل الشكر والتحية على ما قدموه لنا. مشروعنا الآن صار مشروعنا صار على مستوى لله الحمد لله، صرنا الآن نورد للفنادق، صرنا نورد للمطاعم، صرنا للأسواق، وصارت لنا مكانة ولله الحمد.